بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن كده هم باخيارتها ودا نقلس عطاي هلكني وحرون تجودة تلفزيون كيستار كلي هاي مجلة هرجيس هي عاصمة الدلك سومالي لان وحلا سو قاريا من تاني دي سو قدبين شرنة كده هم بور وحيان دين كاي نار لدى سومالي دو دكتي يعالم كينتي سكري هديرا بيد مين تاني هودا كو دا سوغان هاي وحيدين ورمي دونا عني قوى حرير كوسار قد بدا ورر كيغو قد دورونا وحكم دا جيف عاقل عبدي حاشي شيخ ايا ما انطلقوا عليه مساري مقالة دا بورا مي حرونة قبل كاودل وزير كاموراها قداها يجموريه دا سوماري لانا يقاديد كوريجيي بعيدا كبوليس كي قبل كساحل حلبان احمد عبدي كاهن او كتر سن مضان ايا شاقل فقلها وكيلة دا سوماري لان ايا كاعدليش غاقوين مدوين كود دبيه كدعي ديگان نوهو سيما دا قبل كسلل madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya uga digay in ay sameysato muddo kordhin. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareeska ee dalkaasi Mareykanka ayaa bulshada ku dhaqan dalka Israa'iil waxay ugu baaqday in aanay u codayn ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Waxaa intaasi waa qodobada wararkayga ugu dooroonayd ka bogan doontaan intii socota xilitaabinta wareedda telefishinka Star. Qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intii aan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.